السلام عليكم الأصدقاء، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جربت واحد الحاجة اللي من شحالة دي وأنا كنحلم نجربها، اللي هي الحجامة. حجامة اللي شي حاجة موصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت نمشي ندير هاد البلان هذا وميم طون غادي نبارطاجي معاكم داكشي كامل كيفاش داز واللعيبات وكذا. تبعوا معايا الفيديو من الأول حتى الأخر باش تشوفوا البلان كيفاش داز. كيما سولك ظهرك هو الأول، ومن بعد تيديروا هاد القريعات هادو باش كيجبدوا لك اللحم هو الأول، وعاد من بعد تيدوزوا المرحلة الثانية هي التشراط. ملي كيشرطوا لك لحمك ما نقولش لكم تشريط، تخيلوا شي حاجه اللي زعما واعره وصعيبه وداكشي، واحد الشريطات صغار هما اللي تيخرجوا هذوك الدم اللي توكسيك والدم اللي مسموم وملوش. دونك تيبداو كما قلت لكم بهذيك اللعيبه ديال انهم كيديروا لك هذوك القراعي في ظهرك. من بعد ما كيداروا في الظهر كامل كيمشيو للبارتيه الثانيه كيديروا لك هذاك الشريط، ابخي تعاودوا يطلق دوك القراعي وتتسناو حتى كيخرج لك داك الدم اللي مسموم كامل. من بعد ما كيسالي هادشي تيحيدوا لك دوك القريعات وتيحيدوا داك الدم اللي خرج، وكيدوزوا من بعد المرحله الثالثه. هاد المرحله هي فين كيديروا لك واحد اللعيبه بحال لي فونتوز، فيهم واحد لي سيجاريت. هادوك لي سيجاريت فيهم الشيح وفيهم اعشاب اللي كيساعدوا على الاسترخاء والراحه ديال لو كور ديالك. وفي اخر مرحله بيان سور تيديروا لك هذا السيجار، هذا حتى هو كي ماسيو لك بيه الظهر، تيكون سخون فريمون سخون، حتى هو تيعاون الظهر انه زعما يترولاكسا واللعيبات شوف كتخرج من عندهم جديد سالينا. قبل ما ندوزو لابارتي الاخر ديال لا فيديو، بغيت نقول لكم بلي هادشي كامل درتو عند كيني بلوم عارف. لي كونتاكت ديالهم غادي تلقاوهم كاملين تحت انستغرام فيسبوك نمر التليفون كلشي، واللي جا عندي راه غادي يديروا لي شي حاجه سبيسيال. وكنوعدكم ان هادشي راه سبيسيال ابار على انه زعما بوب ولا شي حاجه، كندوي معاكم سيريوزمون. نتوما عارفين انني ما كنديرش اشهار زعما اي لعبه، ونتوما عارفين انني كيجوني دي زوفر ديال بزاف ديال الحوايج اللي باثمنه خياليه ما كنبغيش نديرهم. دونك الحاجه اللي ما غاديش يستافد معايا فيها الناس ما غاديش نديرها. هادشي علاش الا بغيتو ولا كنتو انتريسي وكذا، دخلوا هما لي كونتاكت ديالهم، دخلوا بيان سور غير شوفوا تشيكيو وشوفوا البلان، خليو ليهم ابوني ونكملوا الفيديو. والله ما درت شي حاجه، انا دابا غير تغسلوا لي الافكار ونخرج واحد اخر نامن بشي حوايج ما كاينينش. شنو هادشي اخر؟ هنا داروا لي واحد الكاسك في واحد الموسيقى صينيه كالم فريمون، كتغمض عينيك وتتحاول تفكر في شي حاجه، ما تفكر في والو، تتكون فريمون مرتاح. داروا لي هاد لو ماساج بوغ لي جومب ديال الرجلين بيان سور والفخاد وداكشي. الحاجه الوحيده اللي غادي نقدر نقول لكم دابا هي انني فريمون مرتاح. شوفوا باش نقول لكم واحد القضيه، ماشي كيسيون ديال الاشهار ولا عيباج وداكشي، نسى ما كاينش شي حاجه ما غنقولها. مرتاح، حيت بزاف ديال الطاقه السلبيه، خارج ترونكيل. ونقول لكم واحد القضيه قبل ما نسالوا الفيديو، تسنى واحد البلان غادي يكون واعر ان شاء الله مع هذا المحل هذا، ولا يسر الله غادي يكون في الاول في رمضان ان شاء الله.